المقابله كنا متفائلين ان شاء الله غادي نغلبوا، لان كاين واحد الضغوطات على المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي بالتجربه ديال الوليد الركراكي وكما كيعرف الجميع والجمهور المغربي كامل كيعرف الكره، ودائما ان شاء الله غادي يكون الفوز باقي ان شاء الله انتصار الثاني، ولماذا نديو الكوبا؟ لان كاين الشباب ما عمر ما عاشوا ديك الفرحه ديال الكاس افريقيا، وكنتمناو هذا لي كوب ديال كي ديفوار ديه المغرب ان شاء الله. اليوم زعما فرحونا بزاف بزاف بزاف، يعني بهذا الشهر هذا من الاحساس كبير، وحنا متاكدين متيقنين بان المغرب غيدير شي حاجه هذا العام ان شاء الله بالكوبا الافريقيا، وما فيهاش اللي غسلوا الريدر الكراكي، عنده واحد الخطه قتاليه. وكاس افريقيا زعما صعيب بالنسبه للمغاربه مع الفارقه، راه صعيب بزاف ماشي بحال اوروبا، يعني لعبت اوروبا ماشي ولا افريقيا. بالنسبه للجو الرطوبه صعيبه، المغاربه عايشين الرساله ديالك تسال لعابه، انا كنقول لعابه يفرحوا هذا العام جميع المغاربه اللي كيتفرجوا كاملين كما فرحونا في المونديال، يزيد يفرحونا دابا اكثر، ونتمنوا الفوز ان شاء الله. مرحبا بكم لوباليزيان، مرحبا. تحيه الركراكي مدرب مغربي، صراحه انا احسن تشريف الكره المغربيه. كيف جاك بارديو اليوم؟ واعر. شكون احسن لاعبين اليوم شفتي المنتخب؟ نصيري. شنو اللي سال؟ شنو كتوثقوا اللعابه ديال المنتخب؟ واعرين كيحمقوا. كيف جاك الماتش ديال اليوم؟ الحمد لله داك الشيء اللي بغيناه وربحنا، وحنا فرحانين بزاف بهذا النهار. شنو اللي سال ديالك توجه للعابه والركراكي؟ برافو ليهم صراحة، الله كيلعبوا، يعني شحال نقول لك، المجهود ديالهم داروا، والحمد لله داكشي اللي بغينا حنايا. قبل بارديدو قلت له غنغلبوا 3-0، غلبنا وبرافو ملاعبية، وبارديدو الماتش الجاي خصنا يعملوا إن شاء الله. الشعور ديالي حقيقة بعد الإنجاز، يعني ارتحنا حاليا من التدريب ديال الأجانب، ودابا حاليا كنعيشوا واحد الفترة بالنجاح كروي الصراحة بلا ما نعبروا عليه. وان شاء الله المونديال اللي ماشي في امريكا ان شاء الله غيكون احسن مونديال، وما نمشيوش يعني نعاني كما كنا كنعاني السنوات المقبله مع المدربين السابقين. صالح الركراكي واعر، وزعما الصراحه سقسي الشعب الطنجاوي كامل. شعور كان واعر اخي، وديما مغرب صراحه فرحونا، وديما مغرب فكرنا هذا الشيء فحال ايامات كاس العالم قطر، ديما مغرب واعر الصراحة. ماتش حتى شي منتخب ما دار هاد النتيجة هادي، إن شاء الله الكأس ديالنا إن شاء الله، وديما مغرب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.